نرجع تاني مع بعض ونخلينا نشوف بقى بقيه ماتشات الاسبوع الثالث من بطوله الدوله. لكن قبل ما ننتقل للماتشات الاخرى عايز اعرف راي كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف في احسن لاعب في مباراه الاهلي والزمالك. كابتن اشرف. لا انا من رايي في الزمالك مصطفى فتحي وفي الاهلي إليو ديانج. إليو ديانج. كابتن محمد يوسف. اتفق إليو ديانج بالنسبه للاهلي. الزمالك يعني مصطفى فتحي احرز هدف جميل جدا انما يعني لا مفيش حد يعني ما اقدرش اختار حد يعني مصطفى فتحي بس الهدف لكن غير كده مفيش حد كان مميز ما كانش حد فيه في حالته في اليوم ده بصراحة. لكن إليو ديانج هو إليو ديانج طبعا احرز هدفين ولا اروع مجهوده في وسط الملعب كتر من الدرجه الاولى يعني تطمن موسيماني هقول لك على حاجه برضه يا كابتن اشرف هتختاروا ايه؟ انا اخترت إليو ديانج لا وانت تختار موسيماني لا ده انا اقول لك على حاجه ده موسيماني كمان ممكن يلعب 4-1 لو انا معايا واحد كتر زي إليو ديانج ده انا العب 4-1 واحد بس في نص الملعب طبعا واربعه قدام في ماتشات كتيره جدا في الدوري انا العبها 4-1 الفرقه بتتكتل قدام الاهلي برافو عليك 4-1-3-2 يعني العب براسين حربه ثلاثه تحتيهم واسيب او 4-1-4-1 إليو ديانج عنده حته الباور يقطع الكوره ويقفل نص الملعب كله وبيروح حته الخطوه بتاعته وهو رايح يعمل بريشر على الكوره لا قوي جدا يعني